لا تتشابه الأحداث كثيرا، وإن بدت قريبة من بعضها البعض، فكل يوم يمر تزداد أعداد الضحايا عندما يبسط الموت نفوذه أكثر على مناطق الصراع في الجمهورية. في البيضاء المحافظة الواقعة على خط النار، الاشتباكات لا تتوقف ولا تهدأ أيضا، لكن المقاومة تبدو في كل مرة أكثر ثباتا وتحديا ربما لأولئك القادمين من بعيد نحو هذه الأرض، والانتصارات المعنوية تجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن أرضهم ضد من يريدون السيطرة عليها وإعادة عهد الإمامة بالقوة. ميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل قصفها العشوائي على منازل المواطنين في المحافظة وكذا مواقع المقاومة، لتجد المقاومة نفسها مجبرة ربما على تنفيذ عمليات وكمائن للرد عليها، حيث قتل 3 من ميليشيا الحوثي والمخلوع في كمين استهدف دورية تابعة لهم في مديرية ذي ناعم، فيما لقي القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي والمخلوع أبو حسين المراني مصرعه برصاص قناص من المقاومة في قيفة بمديرية القريشية. إذن تبدو الجبهات في البيضاء مشتعلة بين فعل يتمثل بالهجوم من الميليشيا ورد فعل للدفاع عنها من المقاومة الشعبية، ولا بوادر ترجح تغلب طرف على آخر في هذه المعارك الحاسمة.